الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبادة الحال هو أن ندعو لإخواننا الذين استشهدوا بهذا الزلزال الذي كتبه الله عز وجل على المؤمنين، وهذا ابتلاء من الله عز وجل في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والهدم وأصحاب الزلزال والحرقة والغرقة كلهم إن شاء الله في الشهداء، والواجب علينا أن ندعو لهم، وهذا ما قدره الله عز وجل. المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول في حديث آخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونطلب من الناس الذين هم إخوة أن يدعوا لهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فلا ننساهم بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.